طيب فكني منها يقول ابو سعد فكني منها يقول من عرض القصيد والله ما حضرت انا جاي مستمتع بالري عشان كذا جاي هذه الحلقه الليله ما في كاميرات يقول انا مجرد امنيات الامنيات تجردي من كل شيء الا الحنين اعشق واحب بكره بعض الاغنيات خصوصا اللي اخر اولها حزين فيني من الله ياس تكوين وصفات وفيني من الارهاق مجموعه سنين ما احب احقر ذات وهمش ذوات تهبين يا نقص الثقه والفاشلين والفاشل اللي مربحاته خاسرات ما نحترم تصفيقه البعض اليدين ولا يحترمنا حسب توزيع الهبات وعلى حسب راي الثقات الفاهمين دخلت في الساحه بلا مقدمات وثقافتي بيتين عاج وبيت طين والشاعر اللي كل شعره ذكريات يحسب حسابي لين لين ولين لين أضع قدم شعري على المحفزات ولدعيني للبنات وللبنين أنا غرام الفارهات الفارهات وأنا مثال الفارهين الفارهين ما خدت من جنسي ولا كسرة فتات ولا طرفت عيني على المستهلكين وما زلت حي وقافي الدنيا ممات والفضل لله ثم فضل الأكسجين بصارح الأصرار بوراق الشتات وبكشف معاناة الكبار العابرين خليني أغرق فيك يا كل البنات أنا تعبت أعيش دور الراحلين وانتي مليئة بانحراف ومغريات وعلى النقيض من اقتباس الحالتين وانا رجل ما عندي الاربع جهات والمشكلة جهاتي الاربع يمين على يقين اني قهرت القاهرات الا اني اعاني من احساس اليقين وانا اكره وجيه الرجال العابسات اللي هزتهم الذكرى اثلين ما لنت من فرقها امتيهت السمات حتى لو ان فراقها صلف ومتين قفت وانا ثابت وحبيت الثبات بكره تزين الله لو بكره تزين الله 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 يا ابو سعد ما نتحمل هذا الجمال انا بالنسبه لي انا اتحدث عن نفسي لان ابو سعد اليوم دقيق جدا في الالفاظ فالله يعيننا عليه انا عن نفسي لا اتحمل هذا الجمال احتاج فاصل ارتب فيه افكاري ارتب فيه اموري ارتب فيه محاوري اجمع فيه قواي اقول لك الوقت يركض راكض حل اليوم لازم نستثمر هذا الوقت والحلقه بنروح انا وياكم مشاهدي الكرام الى فاصل قصير ونرجع لكم مع حلقتنا الجميله الرائعه الناس والليل 115 حيث اسئلتكم في هاشتاق البر